603 ملفات ترشح سحبت، أودع منها 503 عبر مجموع الولايات بالصبع، ومنها 416 تقبلت، و31 ترفضت، و56 راهي حيز الدراسة. 13 حالة تاع تغيير القائمة. نوضح لكم، 9 حالات كانت بسبب الاستقالة، كانت بسبب الاستقالة، وبالتالي هنا كانت مبرر لتقديم مرشح. كان 3 حالات بسبب الوفاة، وهنا أيضا 3 حالات هذه كان مبرر باش يقدموا مرشح. وسبب واحد يعني كان حكم إدانة اصدر ضد مترشح وهو لومبيشمون ليغال، وبالتالي يجوز طبق المادة 225 باش يعوض. نقولوش الاستخلاف باش ما ندخلوش في لا تيرمينولوجي اللي كانت في سايره في التشريعيات والمحليه.